تعتبر دولة قطر الشريك 11 للجزائر على المستوى العربي، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمسة الأخيرة حوالي 344.8 مليون دولار أمريكي. بلغت حصة الصادرات الجزائرية منها حوالي 25.75 مليون دولار أمريكي، بينما عرفت الواردات الجزائرية خلال نفس الفترة ما مقداره 819.05 مليون دولار أمريكي. إنه بالرغم من أن هذه الإحصائيات لا تعكس إمكانيات البلدين، فإنني اليوم على يقين من وجود فرص هامة تنتظر استغلال، لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. أهني رجال الأعمال في البلدين بهذا الاجتماع الهام الذي حتما سيفتح آفاقا واسعة وجديدة لتكثيف التعاون والتبادل والاستثمار بين البلدين. إنني أرجو أن تكلل أعمال الاجتماع الأول بجملة من المبادرات والمشاريع، لأنها ستكون نجاحنا جميعاً.